بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. نعزي أنفسنا ونعزي الأمة الإسلامية كلها في وفاة الشيخ نادر العمراني، الشيخ المحدث، الشيخ العالم، الشيخ الفاضل. هذه الذي اختطف الشيخ صادق لم يختطفه لشخصه، ولكن اختطفه نتيجة لتأثير فكر معين حاز على هذا الشخص وتشرب هؤلاء هذا الفكر فأصبحوا قتلة. فالآن ليس الأشخاص هم الذين قتلوا الشيخ نادر، وإنما هم هو الفكر المنحرف، الفكر هذا الفكر الذي تأسد واستشرى في البلاد واستشرى في شمال أفريقيا، يحتاج إلى مجابهة ويحتاج إلى محاربة منابع هذا الفكر. يعني نحن لو تعلمنا من طريقة القذافي في محاربة السنة كان يحارب منابع السنة. الآن هذا الفكر استخدم غياب الدولة وغياب قوة الأجهزة الرسمية للدولة، فاستشرى في البلاد وتدخل الأسهام من خارج البلاد. نعم. فأعطاه الإعلام وأعطاه المادة وأعطاه كثير من الأشياء. هذه هي التي شيخ ما يجب عليها التركيز الآن. الشيخ صادق إنما هو الشيخ نادر إنما هو ثمرة من هذه ثمار النبتة الخبيثة الموجودة الآن في هذه البلد. فيجب على كل مسؤولين وعلى دار الإفتاء وعلى مسؤولي الدولة عمل خطة شاملة لمحاربة هذا الفكر، وإلا سوف نواجه كثير من المشاكل وكثير من الاغتيالات وكثير من الحروب الأهلية نتيجة هذا الفكر. شكرا يا أخ مصطفى. هذا الفكر قريب من فكر داعش، ولذلك ما عمل لداعش يجب أن يعمل لهؤلاء. طيب شكرا.